في اخت سائله دكتور بتسال على مساله الهجره لامريكا، يعني بتقول انها الاوضاع المعيشيه في مصر اصبحت صعبه، ويعني قد لا تستطيع انها تدبر اساسيات الحياه، وعندها ابن. يعني سؤالها بتقول انها لو قررت ان تهاجر الى امريكا من اجل بيت حياه افضل ومستقره، يعني مع العلم انها يعني تحفظ الكثير من القران الكريم. يعني سؤال الاخت السائله، هل يجوز الهجره في هذه الحاله ام لا؟ هتهاجر ايه لوحديها يعني؟ لا، هي وابنها، يعني الاسره كلها تروح. يعني مساله الهجره يعني الى اي بلد، يعني سواء كانت امريكا ولا اي دوله، بيعتمد على اسباب للهجره. اذا عندك سبب مقنع شرعي للهجره، مضيق عليك في بلدك على ثوابتك على دينك، مضيق عليك في الرزق، خلاص صبر في الارض في سبيل الله، يعني يجد مراغما كثيرا وسعة. ف يعني والايه يعني فيما كنت قال كنا مستضعفين في الارض، الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. ارض الله واسعه، من ضيق عليه في مكان يسعى الى رفع هذا الضيق الى مكان اخر، بس شرط لما اروح في مكان اامن فيه على ثوابتي وديني. وهنا الامان على الثوابت والدين من جهتين، من جهه القوانين والسلطه ومن جهه المجتمع. يعني يبقى انا رايح امريكا، انا رايح في ولايات ولا في مكان، ما عنديش مشكله على حجابي ولا على صلاتي ولا على عبادتي ولا على ديني ولا على اخلاقي من حيث القوانين المنظمه، ده واحد. اثنين، من حيث المجتمع، أنا أولادي أقدر أربيهم في ظل هذا، مش الانفتاح، ده يعني ما بعد الانفتاح بزيادة. عايش في مجتمع أوروبي الصغير والناس وغيره، في أمريكا الدنيا أكبر أوسع يعني. فأنت عندك قدرة تحافظ على ذريتك هناك، على ثوابتهم ودينهم، وإلا يبقى بتفتن أولادك بلا داعي. طيب الأمر اللي يضاف للمجتمع، هل في هذا المكان محاضن إسلامية تحافظ علي وعلى أبنائي وعلى ديننا؟ أروح مكان ولا مكان ما فيش فيه مخلوق خالص، لا مركز إسلامي ولا مسجد ولا عمل ولا مسلمين ولا كلام، ما بقولش يعني أنت ككبير في السن خلاص قادر تحافظ على نفسك، لكن عندك أولاد مش هيعيشوا المناخ اللي أنت عايشه كإنسان اتربيت، وده هيعمل عندك مشكلة. يعني انت تخيل لو انت داعيه لله، يعني انا اذكر في سنه 2007 عرض علي من احدى الدول الاوروبيه دوله مهمه جدا، وتعرض فقلت اجرب شهرين ورحت فعلا شهرين، وكان قراري لا، يعني معلش اسمحوا لي، ورجعت ساعتها كنت في قطر وقتها. ليه؟ قلت لهم يا جماعه العمل الاسلامي في المكان ناشئ جدا، ما فيش اي محضن تربوي، أولاد صغيرين وبعد كام سنة هيخشوا في مراهقة، وأنا هستفيد بإيه لو أنا دخلت البلد دي كلها الإسلام ولاد انحرف. معاذ الله يعني، ولا عايز فيهم غير دينه، أو لم يكن بالمستوى اللي أرضى عنه خلقا ودينا. أبقى أنا استفدت إيه؟ فاعتذرت بكل لطف واحترام يعني، لكن ورغم في يعني بدايات عمل إسلامي جيد، لكن لا يكفي. أبقى أطلعهم من مجتمع بيحفظوا قرآن وتربية وعاداتنا وتقاليدنا العربية وغيره لأوروبا؟ نعم صحيح، بعد كام سنة تاخد جنسية، وإحنا كنا في بلادنا الخليجية لو عشت 100 سنة ولا تاخد لا جنسية ولا حزنون. بعد أي في أي وقت ينهى أعمالك وتروح وتطلع من البلد، طب يطالع وكأنك لو عشت 20 سنة أقامة، ما لهاش علاقة، لأن الجنسيات في هذه الدول تمنح وليست حق، هبة من السلطة، مش حق ليك مشروع. ومع ذلك كان بالنسبة لي أنا وأولادي الوضع ده أفضل تربوي بالنسبة لي. ولقيت لي أصدقاء جم من أوروبا، بل من ناس اللي معاهم خدوا الجنسية الإنجليزية وخلص وراح جاي على دولة عربية يعيش بأولاده. ليه يا عم؟ لك معلش يعني الأمر بالنسبة لي صعب. ما بقولش الناس تسيب أوروبا، لا، أنا بقول يا جماعة كل واحد بظروفه. فهنا الظروف تعتمد على القوانين المنظمه والمجتمع. المجتمع ده ذو شقين، شق متعلق بالمجتمع
المجتمع الإسلامي اللي انت فيه ومتعلق بقدرتك على التعايش مع هذا المجتمع. هل هذا المجتمع انت تقدر فعلا تعيش معاه ويفهمك وتفهمه، ولا مسألة شكلها ايه؟ دي مسألة طبعا، وتقدر تحافظ على نفسك. كل دي ضوابط الأخت الكريمة لابد تدرسها. أما شرعا فالنصوص طبعا، هناك من يحرم الإقامة في بلاد الغرب، وهناك من يجيز، والرأي الراجح الجواز بالضوابط التي ذكرناها، اللي هي أن يكون لا يحال بين وبين ثوابتي وديني وعبادتي وشعائري، وأن يكون قادرا على الحفاظ على نفسه وأبنائه في هذه البلدان. يعني دكتور، الموضوع ده يتساب لكل شخص او لكل مثلا رب اسره ان هو يحكم، يعني هل هيقدر يعني يحافظ على اولاده في البيئه اللي هو فيها ولا لا؟ ولا مثلا لو تيسرت لاي مسلم يقيم في مثل هذه البلاد فرصه للرجوع مره اخرى لبلد اسلامي، ان عليه ان يخرج؟ يعني ملهاش هنا اللي بيقيم الحاجات دي، حالك وحال المكان اللي انت رايح. انت رايح فين وهتعمل ايه، وحالك يتناسب مع هذا الوضع، ولا هتبقى انت مجرد واحد رايح بتاخد جنسية أوروبية وراتب آخر الشهر وقاعد في دوامة العمل اليومي في أوروبا اللي هو ما بيرحمش، ومرتبك بالكاد يكفيك إلا أن تستدن. كل الناس كده، معظم اللي نعرفه في أوروبا وغيره، الحياة صعبة، مع صعوبتها الصعوبة المادية عارفين حلها، بنستحمل ونداعي على نفسنا، لكن الصعوبة الدينية والأخلاقية ماذا سنفعل فيها؟ هنا هي دي المشكلة الكبيرة.